حزبنا إلى شفتو كيشتغل وكيشتغل بجدية، يعني ما خاويينش الساحة، وبأنه إحنا الآن كنشوف تلقينا بكم داك الناس، تلقينا بالناس ديال طنجة ولا الدار البيضاء ولا الرباط، دائما كاين حوار كاين النقاش، دونك الدينامية موجودة وغادي نزيدو نكملوها إن شاء الله، يعني حتى نخرجوا مسار التنمية، وبلي نخرجوا مسار التنمية غادي يكونوا مسارات أخرى اللي غادي نشتغلوا فيها حتى الاستحقاقات اللي جاية. إذن هذا ماشي حزب ديال نتلاقاو من خمس سنين لخمس سنين، هذا حزب ديال كنتلاقاو دائما كنفكروا كنشوفوا شنو هو المجهود اللي يمكن يكون لبلادنا في المستقبل.